قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفيجيتار، سواء الفيجيتار الحار أو الفيجيتار البارد. هنحتاج إيه عشان نعمل الفيجيتار؟ هنحتاج عيش بايت، اللي هو الخبز البايت، سواء عيش فينو أو عيش بلدي أو شامي، العيش المتوفر عندك. هنجيب العيش وهنقطعه، هنرصه في صاج. يبقى أول حاجة معانا اللي هو الخبز سواء فينو أو بلدي، والبهارات بقى بتاعتي معلقة كبيرة من كل حاجة، ملح وفلفل وشطة وكمون وتوم باودر وبصل باودر ومكعب مرقة، ولو عندك قرفة أو جنزبيل هتحطي. وعايزين نص كوباية دقيق، اللي هي الكوباية 200 ملي. دلوقتي هعمل ايه؟ هقطع العيش الفينو وهرصه في الصاج وهحمصه في الفرن. انا بسخن الفرن وهدخله يتحمص. اهو انا مقطعاه، هتقطعيه بالشكل ده وهتدخليه في الفرن يتحمص، بس ما يتحرقش. انا دلوقتي هدخله يتحمص، وبعد ما يتحمص هوريكم هعمل فيه ايه. اهو العيش بتاعي حمصته في الفرن، بصوا اعطيته لون ذهبي عشان يدي طعم الفيجيتار بتاعي. هعمل فيه ايه دلوقتي؟ هجيب الطحانة بتاعة الخلاط او الكبة اللي عندك، وهحطه هطحنه فيها وهنعمه خالص، وبعد ما اطحنه هوريه لكم هعمل فيه ايه. انا طحنت العيش بتاعي اهو في طحانة الخلاط. هعمل فيه ايه بقى؟ نعمته جامد اهو. هعمل فيه ايه؟ هحط نص كوباية الدقيق وبهاراتي بقى كلها، كل البهارات اللي عندك، معلقة كبيرة من كل حاجة، ومكعب المرقة. هطحنه جامد، هفتته بحيث اللي هو يبقى باودر كده عشان ما يبانش في الفيجيتار بتاعتي. لو انتي مش عايزة الفيجيتار حار، عايزاه بارد، ممكن تستغني عن الشطة والفلفل الاسود، تحطي رشة صغيرة بس فلفل اسود وما تحطيش شطة. انا هنا عاملاه حار اهو كده، وهقلب كل المكونات بتاعتي مع بعضيها. اهو هو ده الفيجيتار بتاعي، وطعمه تحفة ومتبهر، وهيعجبكم جدا لو جربتوه. انا هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف، وعلبة بقى لو عندك علبة ناشفة او برطمان ناشف كده ومتعقم نجيف، ما يكونش مبلول عشان ما يبصش الفيجيتار بتاعي. هعمل فيه ايه؟ هحطه في البرطمان. هو كده خلاص، خلاص اهو الفيجيتار بتاعي كده خلاص. ولو دقتوه هتلاقوا طعمه احلى من الجاهز، بدل ما ترموا العيش. طبعا كلنا بيفضل عندنا عيش، مفيش حد ما بيفضلش عنده عيش، بيبقى بايت. بدل ما ترموا العيش، حرام، خسارة، تستفادوا بيه. اهو قلبوه كويس، وانا هحطه في برطمان واوريهولك. خلاص انا حطيت الفيجيتار بتاعي في البرطمان زي ما قلت لكم. لازم البرطمان يكون ناشف عشان نحتفظ بيه لفتره طويله، عادي في دولاب المطبخ، مش هنحطه في الثلاجه، هنحتفظ بيه في دولاب المطبخ. بصوا عطاني كميه كبيره، انا مستخدمه هنا 4 ترغيفة فينو. لو عايزه تستخدمي عيش بلدي ماشي، ممكن بقى تضاعفي الكميه، هتضاعفي معاها كميه الدقيق وكميه البهارات، وطعمه تحفه. دوت الفيجيتار الحار، انا حاطه له شطه، معلقه كبيره شطه. انت لو عايزاه بارد هتستغني عن الشطه وهتحطي رشه صغيره فلفل اسود. انا هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف، ولو عجبكم الفيجيتار بتاعي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.